تقول انهم لقوا جرعات اللقاح اللي موجوده في مصر. حلو قوي. عايزين بقى الزفت ده في حاجه تانية؟ اظن كده خلاص، يلا بينا لقوا اللقاح. لو اللي في دماغي طلع صح يبقى اللقاح ملوش اي لازمه. كانوا بيسجلوا كل التجارب اللي بيعملوها هنا. ده اكيد الدكتور الرابع اللي اسمه سليمان اللي كان معانا. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.